إذا جلستنا اليوم تتعلق بموضوع التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال. قبل ما نبدأ أحب أول شيء أعرفكم بنفسي، أخوكم بندر الجنيدي، أنا مستشار ومدرب معتمد لريادة الأعمال، عضو الجمعية الأمريكية للمستشارين المعتمدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. في عندنا أيقونتين، تحت الأيقونة الأولى فيها raise hand، فإذا تسمعوني بشكل جيد وتشوفون الصورة بشكل واضح أتمنى تضغطون على هذه الأيقونة لأجل بس أتأكد أن كل شيء تمام قبل ما نستمر. تمام، في أيقونة ثانية اللي هي Q&A، عاد ما أوصيكم عليها، عليكم بها، يعني سواء إذا تبي تسأل اكتب عبارة سؤال واكتب سؤالك، يا ليت يكون سؤال قصير ما يتعدى السطر سطر ونص، وإذا طلبت منكم التفاعل أتمنى أنكم تتفاعلون معي، ولأجل سبب واحد، التفاعل يخلينا ننتقل من مرحلة أو من محطة اسمها محاضرة إلى أسلوب آخر اسمه ورشة عمل. فورش العمل هي أفضل 100 مرة أو يمكن 1000 مرة من المحاضرة. المحاضرة أقعد أتكلم وأنت تسمع حاطط إيدك خدك وخلاص تبغي أو تبغى الوضع ينتهي لأنه كلام كلام كلام، بينما ورشة العمل تخليك تشارك، تخليك تتفاعل، تخليك تسأل وأجاوب على سؤالك وأسألك وتجاوب ونستفيد من أسئلة بعض وإجابات بعض. فخلونا على مود ورش العمل لأنه أفضل بكثير من مود المحاضرة. طيب نشوف أجندتنا لليوم، بالذات هذا أحد المواضيع اللي أنا أحبها واستمتع فيها والحمد لله اكتسب فيها خبرة عالية من خلال عملي في الكثير من المنشآت، وكمان من خلال حتى خبرتي كمستشار مع العديد من الشركات. أجندتنا اليوم فيها أول شيء مفهوم الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي، فيها خطوات التخطيط الاستراتيجي وأدوات تساعدك في التخطيط الاستراتيجي واستراتيجية استدامة الأعمال، أشياء تأخذها بعين الاعتبار لما تقعد تخطط لاستدامة واستمرار أعمالك. إذن اليوم حنجمع ما بين مفهومين مهمين جدا، كيف نخطط أول شيء الاستراتيجية وكيف نخططها، وبعدين عندنا موضوع آخر اللي هو استراتيجية استدامة الأعمال. اللي يخلي هذا البرنامج تحديداً مختلف كثير عن البرامج اللي أنا قدمتها مسبقاً بالذات في مواضيع الاستراتيجية، أنه هنا تحديداً في أدوات راح أعطيكم إياها وأعلمكم عليها تساعدكم كثير في موضوع الاستراتيجية، وكيف أنه إحنا كمان نشوف الأشياء المهمة التي تأخذ بعين الاعتبار في موضوع استدامة الأعمال. خلونا نبدأ مع بعض عن أو نتكلم أول شيء عن مفهوم الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. أبغاكم تبدأوا الآن تشاركوني يا أصدقائي، هل تشوفوا في فرق ما بين الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي؟ إيش الفرق بينهم الاثنين؟ الاثنين متشابهين في الاسم، ولكن من حيث التعريف ومن حيث الشيء نفسه لما نفهمه ترى في اختلاف ما بين الاستراتيجية وما بين التخطيط الاستراتيجي. يلا بسم الله، بسم الله يا أصدقائي، يلا خلينا نشوف تفاعلكم. شايفكم ما شاء الله تبارك الله عليكم صحصحين من البداية، يعني هذه المرة باغتوني بالتفاعل من قبل ما أقول لكم يلا تفاعلوا، ويعطيكم العافية. بالعكس شيء مفرح جدا، مع أنه الوقت هذا في كثير من الناس يخرجون فيه يروحوا يجوا، يعني يحاولوا أنهم يقول لي خلاص ليلة خميس يلا نعيش، بينما أنتم يعطيكم ألف عافية الآن قاعدين تشتغلون على نفسكم وتطورون بنفسكم، إذن أنتم راح تسبقوا كل الآخرين خطوة للأمام، سواء كانت في فرص استثمارية أو في فرص وظيفية أو أي فرصة تكون متاحة تكون إن شاء الله متاحة لكم قبل غيركم. طيب فيصل يقول الاستراتيجية وضع الأهداف، أما التخطيط هو تنفيذ الهدف حسب الخطة. ما راح أقول صح ولا يا فيصل، راح أقرأ وبعدين نشوف مع بعض. فهد يقول استراتيجية طريقة أو الاستراتيجية طريقة تنفيذ، ما فهمت يا صديقي، تقصد أنه الاستراتيجية هي طريقة التنفيذ؟ طيب نشوف. فيصل يقول الأهداف، أكتبوا لي جملة مفيدة يا أصدقائي لأنه ماني فاهم. أماني تقول التخطيط الاستراتيجي خطط موضوعة مسبقا. طيب نشوف، في شخص آخر مكاتب اسمه يبدو لي أنه هذا إيميل تبعك، وتقدر أعتقد تغير اسمك، كاتب اسمه فيفو أعتقد هذا نيك نيم. التخطيط وضع خارطة لطريق أو خارطة الطريق الوصول لهدف. محمد يقول الاستراتيجية ممكن شيء واضح من البداية نمشي عليها، بس التخطيط يقول ممكن يطرى عليك وانت تعمل. طيب كل اللي قلتوه جميل، طيب وبداية موفقة ما شاء الله، يعني أنا شايف التفاعل من البداية وهذا شيء يحمس.
فخلونا نشوف المفهوم ونشوف ايش الاستراتيجيه وايش التخطيط الاستراتيجي واهميه كل واحده منهم. يلا بسم الله. ما هي الاستراتيجيه؟ شوفوا حاط ناس كذا تحت قاعدين يفكرون الحين مثلكم انه وش الاستراتيجيه؟ هل هي القيم؟ هل هي الفيجن؟ هل هي الميشن؟ ايش اسوي؟ ففعلا ترى موضوع الاستراتيجيه في كثير من الناس احيانا يخطأ الفهم. هو بشكل عام احنا فاهمين بس كيف نعبر، هذا هو التعبير. حطيت لكم اياها بصفه بسيطه كذا لاجل ان شاء الله ترسخ باذهانكم، تمام؟ هي خطه عمل الشركه، واذا اكتفيت بهذا الجزء من التعريف فيكفيني. هي خطه عمل الشركه بس لسه التعريف له بقيه. بس اول شيء تذكروا دائما الاستراتيجيه هي خطه العمل، تمام، لتحقيق رؤيتها وتحديد أولويات الأهداف والتنافس بنجاح تحسين الأداء المالي مع نموذج أعمالها. كل هذا يعتبر وصف صحيح وجيد لكلمة الاستراتيجية. خطة، خطة احنا حاطينها، هدف بعيد المدى، الخطة هذه لأجلنا تحقق لنا رؤيتنا أو خطتنا أو هدفنا الكبير أو الحلم الكبير. الخطة هذه تحدد لي أولويات الأهداف، إيش الهدف ذو الأولوية الأعلى من هدف ثاني، واللي صراحة تساعدنا ان نتنافس بنجاح ونحقق اداء مالي، يعني نسوي فلوس مو نخسر مع نموذج العمل تبعنا، تمام. في ايش او ليش هذه الاستراتيجيه مهمه بشكل عام؟ في احد يحب يشارك؟ ترى انا مغششكم تحت، حاطط لكم عباره كذا تقدر تخليكم تعرفوا ليش، ليش الاستراتيجيه مهمه يا اصدقائي؟ ليش الاستراتيجيه مهمه؟ شايف ما شاء الله أسماء جديدة صارت تدخل معانا ويشاركوا معانا، شيء جميل. الاستراتيجية مهمة لتحقيق الأهداف. عائشة تقول ليش الاستراتيجية مهمة يا أصدقائي؟ شفتوا التعريف، قلت لكم هي خطة الشركة، طيب اللي تساعدنا في كذا وتخلينا نعمل كذا. ليش هي مهمة؟ مصدر مهم للرجوع عليه تقول أماني. طيب خلينا نعرف، خلينا نشوف مع بعض. أبغاكم أول شيء تتذكروا قبل ما الواحد يحط أي خطة استراتيجية، تذكر وضعك الحالي اليوم، أنت اليوم، تمام؟ اليوم الخميس، إيش عندك وإيش ما عندك؟ انظر للموارد، أنا حاطط لكم تحت عبارة resources اللي هي الموارد، الموارد بشتى وكل أشكالها، سواء كانت موارد مالية، موارد بشرية، موارد تقنية، أجهزة، أدوات، كل الموارد. شوف نفسك اليوم إذا أنت فعلاً بديت عمل جديد أو على وشك أنك تبدأ عمل جديد، تمام؟ إيش عندك من موارد؟ كم مورد بشر عندك؟ كم من الأموال مخصص لهذا المشروع إلى آخره، تمام؟ وهذا الشيء على فكرة حتى تبدأ أو تقدر تسويه على مستواك أنت الشخصي، مش بس مستوى البزنس. يعني على فكرة ترى في أشياء كثير في البزنس تقدر تطبقها على مستواك الشخصي، زي نموذج العمل. حتى اللي ابتكر أداة البزنس موديل كانفاس، نموذج العمل من نوع كانفاس، هو نفسه الكاتب سوى كتاب آخر سوى نموذج عملك الشخصي. ليش؟ لأنه هذه الأشياء ممكن تطبق على عمل وممكن تطبق على مستواك الشخصي يا صديقي، فحاول تستفيد من الموضوع قدر المستطاع. إذا مالك في البزنس ولا سويت بزنس فتقدر على الأقل تنمي من خلاله علامتك الشخصية اللي سموها your personal brand. طبعا هذا موضوع مختلف له جلسات مختلفة بإذن الله تعالى، بس خلونا الآن نفكر إيش عندنا الآن من موارد. الموارد هذه محدودة. إيش يعني محدودة؟ يعني إذا عندك 100,000 فهي 100,000، ما تقدر فجأة تصير مليون. إذا أنت عندك شخصين أو ثلاثة أو عاملين أو موظفين أو حتى شخص واحد اللي هو أنت، ما تقدر فجأة هذه الموارد البشرية تصير 10. أوكي؟ إذا ما تملكه اليوم من موارد فهي تجعل الموضوع هذا محدود على الوضع الحالي مقارنة بالهدف البعيد اللي أنت حطيته. فإذا أنت اليوم عندك محل واحد للأزهار وعندك مغسلة ملابس أو عندك محل خياطة أو عندك فاشن ستور أو عندك محل تزيين نسائي أو عندك بقالة، أوكي، بكل الموارد اللي فيها، أو حتى ما عندك ولا شيء بس عندك فلوس وعندك جاهزية تبغى تبدأ، كل الموارد اللي عندك محدودة مقارنة بالهدف اللي تبغى توصل له. الهدف اللي تبغى توصل له أي ما كان، وأنا الآن يعني مستعد أقول لكم كلكم اللي حاضرين وأنا ما أعرف أهدافكم، تمام؟ بأعطيكم كلكم معلومة هي صحيحة تنطبق على الجميع. هدفكم البعيد يتطلب المزيد من الموارد، سواء كانت موارد بشرية، مالية، أي شيء. فإذا أنت حلمك يكون عندك يخت وطيارة خاصة فهذه برضو يحتاج لها موارد، يبغى لها موارد مالية.
الموارد المالية اللي الآن عندك هي محدودة، ما تكفي إنها توصلك لهذا الهدف البعيد. إذن هذا الهدف البعيد يحتاج إلى موارد، والموارد اللي عندك الآن محدودة. تمام؟ الآن حنشوف خطط أو الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي كيف مهمين وكيف راح يساعدونك في أنك توصل لهذا الهدف بإذن الله تعالى. طيب. هذه الريسورسز لما قلنا لأن الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف محدودة، أعتقد وصلت هذه الفكرة بإذن الله تعالى، وهذه أحد الأشياء اللي تخلي الاستراتيجية مهمة لأجل أنها تساعدك في استيعاب إيش عندك اليوم وإيش تحتاج لأجل أنك توصل لهذاك الهدف. تتضمن الاستراتيجية تحديد الأهداف، تحديد الإجراءات لتحقيق الأهداف، وتعبئة الموارد لتنفيذ هذه الإجراءات. الآن زي ما قلنا أو زي ما الآن ذكرنا هذا المثال، أنه عندك موارد محدودة وهذا هدف، قلنا هذا الهدف يتطلب المزيد من الموارد، صح؟ بس حتى لو توفرت عندك هذه الموارد يا صديقي، ما يحتاج تقوم بالكثير من الأعمال على الموارد هذه لأجل أنك توصل لهذاك الهدف. فإذا كان عندك اليوم محل أزهار مثلاً في مدينة الطائف وتبغى تنتقل ويصير عندك فروع في الرياض وفي جدة وفي الدمام وفي أبها وفي حايل، تبغى تصير كذا يعني سلسلة من المحلات، وتبغى حتى تتوسع، تبغى تصير الشركة، وتبغى حتى تبدأ يعني تستورد أزهار غير الأزهار اللي تأخذها محلياً، تجيب شيء دولي ما هو موجود إلى آخره. هذه الأحلام الكبيرة الجميلة يحتاج لها مو بس فلوس، يحتاج لها بشر، يحتاج لها شغل، يحتاج لها أدوات، يحتاج لها تقنيات، يحتاج لها شغل متسلسل تراكمي زي اللي يبني طوبة ورا طوبة. يعني حتى اللي يبغى يبني، اللي عنده أرض ويبني بيت، مو معناه أنه عندك فلوس معناه أنك قادر تبني، لا ما تقدر إذا ما رحت سويت مخططات وما شفت وخططت المساحة صح ووزعتها صح، وبعدين تشتري مواد، وحتى لو تقاولت مع مقاول إنك تبحث عن مقاول وتتفق معاه وتسوي العقود وتراجع وتستلم منه، وكل ما يخلص مرحلة تستلم، هذا شغل متعب. إذن المال لحاله ما يكفي، يبغالك مال، يبغالك شغل، يبغالك الكثير من الموارد اللي تساعدك. حتى لو جينا على مثال إنك تبني بيت، تحتاج لابتوب، تشوف الخرائط اللي أرسلك إياها المهندس تراجعها، فهذا مورد. تحتاج وقت، تحتاج أحد يمكن يساعدك، يمكن شخص يراقب أو يتابع. تحتاج في كل الحالات سواء على مستواك الشخصي أو على مستواك العملي، تحتاج موارد هي ما هي موجودة عندك الآن. اللي عندك الآن محدود، اللي تبغى توصله لهناك يبغى له المزيد من الموارد. فبالتالي الاستراتيجية تساعدك فإنه أنت تستوعب طول المشوار وتستوعب إيش تحتاج في هذا المشوار من موارد وأنشطة كمان وإجراءات وشغل تسويه لأجل أنك توصل لهذا الهدف. أتمنى لو يعني لو عندكم أي سؤال إلى الآن اسألوا، يعني أنا كل شوي أشوف الQ&A على أساس إذا في أي سؤال يعني أجاوبكم وأنا ماشي على الطريق. تصف الاستراتيجية كيف يمكن تحقيق الأهداف بالوسائل والموارد المتاحة. يا سلام. إذن لما إحنا قلنا إنه اللي عندك متاح ما يكفي يوصلك اللي هنا، التخطيط الاستراتيجية نفسها، سيبوا التخطيط الاستراتيجي دحين أقول لكم وش التخطيط الاستراتيجي، لكن الاستراتيجية نفسها إذا كانت جاهزة وموجودة تمام تساعدك فإنك تعرف الآن بالموارد هذه المحدودة اللي عندي إيش أقدر أسوي، كيف أبدأ خطوة خطوة على قدي باللي عندي، وكيف أقدر أجيب الموارد الثانية واستقطبها سواء كانت مالية، كيف ممكن أجيب استثمار ولا تمويل، ومتى وكيف، وبعد أي خطوة إذا كانت بشرية كيف أستقطب هذول البشر، ومتى وكيف أدفع لهم فلوسهم. هذه الاستراتيجية تساعدك من مواردك على قولهم من اللي عندك تبدأ تكبر شوية شوية لما توصل لهذاك الهدف، وبالتدريج حتقوم بكل الأعمال وحتستقطب كل الموارد اللي أنت تحتاجها سواء كانت مالية بشرية تقنية أو غيرها. فهذه أحد الفوائد الممتازة اللي توفرها لنا الاستراتيجية. طيب نشوف التخطيط الاستراتيجي. الاستراتيجية هي شيء جاهز تمام، شيء جاهز موجود عندك خلاص، وهي نتاج أو نتيجة للتخطيط الاستراتيجي نفسه. إذن التخطيط الاستراتيجي هو عمل، هو أفعال نقوم بها لأجل لما نخطط استراتيجيا في الأخير إيش يكون عندنا المخرج استراتيجيا. إذن الاستراتيجية هي المخرج النهائي من بعد التخطيط الاستراتيجي. فإحنا ممكن نخطط استراتيجيا للموارد البشرية في الأخير إيش يطلع عندي استراتيجية موارد بشرية. إحنا ممكن نخطط استراتيجيا على المستوى الشخصي فإيش يطلع عندنا في النهاية خطة استراتيجية شخصية. فكل شيء نخطط له استراتيجيا يطلع عندنا في الأخير الناتج. في الشركات
احنا المفروض نسوي استراتيجيه عامه للشركه، هذا اول شيء. فتطلع عندنا الخطه الاستراتيجيه العامه لكل المنظومه او لكل البزنس بشكل عام، اعلى شيء، اعلى هدف ممكن نوصل له. وبعدين بعد ما نسوي هذه الخطه الاستراتيجيه نمسك كل الاجزاء والانشطه الرئيسيه في هذه الشركه، نسوي لها خطه استراتيجيه. فبالتالي كل اداره في الشركه تعرف بالضبط ايش اللي المفروض تسويه لاجل ايش، لاجل انهم كلهم مع بعض يحطوا ايديهم مع بعض ويحققوا الهدف الاستراتيجي هذا اللي هو على مستوى الشركه. طيب الخطة أو التخطيط الاستراتيجي هو نشاط إداري، عشان كذا قلت لكم هو فعل، هو نشاط إداري تنظيمي، نشاط إداري مثله مثل أي نشاط إداري آخر، يتم من خلاله التخطيط للاستراتيجيات بعيدة المدى. ترى يعني التخطيط أو الخطة الاستراتيجية دائما تكون بعيدة المدى، بس إحنا دائما نحط هذه الكلمة لأجل نعزز الموضوع. بعيد المدى إيش يعني؟ يعني مو أقل من 3 سنين. في الكثير من المتخصصين يقولوا من 5 سنين فما فوق، بس أنا أقول لكم يعني مو مشكلة، أكثر من 3 4 5 وما فوق هذا كله يعتبروه تخطيط استراتيجي. ليش؟ لأنه أقل من كذا ما حتصير خطة استراتيجية قد ما حتصير خطط سنوية مجزأة. يعني الخطة إذا كانت مثلا 5 سنين لو جزأتها لخمس أجزاء حتصير خطط سنوية، خطة سنوية 1، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، هذه كلها الخطط أو الخمسة خطط سنوية تحقق الهدف الاستراتيجي. والخطة السنوية هي الخطة التشغيلية يا أصدقائي، أوكي؟ هي خطة العمل التشغيلية هي السنوية. بس الخطط التشغيلية ممكن كمان تكون نصف سنوية، ممكن تكون ربع سنوية، أو ممكن تكون محددة بمشروع. فمن الأفضل نسميها في ذيك الحالة إيش؟ خطة مشروع. فبس لأجل في اختلاف كثير وفي ناس يلخبطون بين المسميات، فأنا أحب دائما أوضح هذه الجزئية. التخطيط الاستراتيجي يساعدك في معرفة وضع ومكان الشركة الحالي وين تبغى تكون في المستقبل، بالضبط زي ما احنا قلنا. وتشوفوا هنا في الزاوية إيش حاطط لكم، هذه الآن حنتكلم عنها جيدا. هذه جوجل مابس، دائما انا احب هذا المثال بصراحه، المثال لانه الصوره هذه بتتكلم كلام كثير وتقول اشياء مره كثيره تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي. وانا دائما احب اجيب لكم اشياء تستخدمونها في حياتكم اليوميه لاجل لا تنسوها. النقطه الخضراء هي مكاننا الحين، الحمراء هي الهدف اللي نبي نوصل له، الطريق هذا هي الخطه الاستراتيجيه. اوكي، اذا النقطة الحمراء هي الاستراتيجية نفسها، الهدف اللي نبي نوصله، خلاص؟ النقاط هذه اللي توصلنا هناك هذه التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي وريني، أو لما أقوم بالتخطيط الاستراتيجي واشتغل عليه يعطيني هذه الاستراتيجية اللي توصلني للهدف اللي هو في النقطة الحمراء. كل نقطة من النقاط هذه اللي تشوفونها قدامكم هي يسمونها باللغة الإنجليزية milestone أو محطة أو هدف مجزأ من الاستراتيجية اللي احنا نبي نوصل لها. إذن شفتوا هذه السلسلة كلها كأنها سبحة كذا، ودائما حتى لما تمسك السبحة تذكر هذا الكلام. السبحة مع بعض كلها هذه اعتبرها كأنها أهداف لازم تمشي عليها بالتسلسل لأجل أنك توصل إلى طريق أو شيء في النهاية. إذن هذه السلسلة كلها على بعضها لما نجمعها ونمشي فيها مع بعض لين الأخير بنحقق الهدف النهائي. إذن هذه استراتيجية. الاستراتيجية هذه تقول لك تمشي يمين، تروح، تطول، تروح يمين. في حال أنه أنت طلعت برا عن الخط، جوجل ماب إيش يسوي لك؟ إيش يسوي جوجل ماب يا أصدقائي؟ جوجل ماب إذا أنت طلعت على الخط هيقول لك لف وارجع. ليش؟ لأنه البوصلة حقتك هناك، فما ينفع بوصلتك تكون هناك وأنت تطلع تروح يمين ويسار. فدائما لما يكون عندك بوصلة، البوصلة هي الهدف، ودائما لما تمشي أو يكون عندك طريقة معينة توصلك هذه استراتيجيتك، تمام؟ وكل محطة في هذه المحطات تقدر تعتبرها هدف من أهداف الاستراتيجية، كل ما تحققه كل ما قربت أكثر لهدفك البعيد. ما أهمية التخطيط الاستراتيجي؟ أنا ما أدري جاني كذا قائمة فيها، جاتني قائمة فيها أوامر وضغط على شيء، الله يستر. بس إذا تسمعوني، إذا ما زلت تسمعون صوتي تشوفون البرزنتيشن، بالله سوولي ريز هاند، لانه يعني احيانا التقنيه تطلع عليها حركات. طيب كويس، ممتاز، الله يعطيك العافيه. عادي اذا صار في خلل شيء معين اكتبوا لي في الكيو ان اي عشان نلحق عليه، بس عشان لا يزعجكم واحنا ماشيين بطريقنا. اهميه التخطيط الاستراتيجي بمر عليها على السريع لانه ذكرنا اكثرها، بس لانه عندنا اشياء ثانيه ابغى اتكلم فيها. يساعدك على تحديد اهداف المنظمه،
يساعد في اتخاذ قرارات متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية. يعني ما تتخذ قرار كذا يوديك في طريق ثاني، يمشيك دائماً على البوصلة. التخطيط الاستراتيجي يساعدك في تحديد الأدوار اللي المفروض كل موظف في الشركة يقوم فيها. ليش؟ ما ينفع نجيب ناس نوظفهم وظائف ما لها صلاح بأهدافنا. وللأسف هذا اللي قاعد تسويه كثير من الشركات، أنهم يوظفوا كذا بالمزاج وبالعلاقات والله هذا حبيبنا وهذا صديقنا وهذا، ما ينفع كذا. المفروض كل شخص يكون له دور، ما يدخل الشركة وما رجل الطب في الشركة كذا ونشوفه كل يوم إلا وله دور، إذا ما له دور يطلع برا. فالمفروض الموارد البشرية والمالية والتقنية والأجهزة والأدوات وكل شيء على حسب حاجتنا له في المرحلة وفي التوقيت المعين يكون موجود، ولا المفروض يطلع برا. لأنه زيادة الموارد تخرب الموارد الأخرى، زيادة الموارد البشرية تخرب بعضها، فلوس زايدة تخرب لك أفكارك، تخليك تطلع تقعد تسوي أشياء ما أنت مركز ولا أنت efficient، يعني ما أنت ما تدير الأمور بفعالية وبتكلفة أقل. كثرة فلوس تخليك عاد تزيد في التكاليف على كيفك، كأنها فلوس، في فلوس يلا جيبوا، استأجروا أكبر مكتب، جيبوا أفخم أثاث، جيبوا أحسن كمبيوترات، شيء خارج عن حاجتك. تمام؟ فدائما دائما احرص أنها تكون أنشطتك ومواردك بالشيء اللي يمشيك لهدفك ولا تطلع عن الهدف. يحدد الشكل اللي تكون عليه الشركة مستقبلا. لما نخطط بشكل استراتيجي جيد يا جماعة نقدر نرسم صورة ممتازة جدا كيف حتكون الشركة في المستقبل، ومع أننا ما احنا عايشين في المستقبل، ولكن نقدر نستقرأ ونتنبأ كيف يكون هذا الشكل أو هذا الكيان وإيش حتكون أنشطته، حتى نقدر نقول كم حيكون عدد موظفين وين فروعه وكيف شكله، كل شيء نقدر نتخيله لما نخطط بشكل جيد. يتم الرجوع للتخطيط الاستراتيجي في حال حدث أي مشكلة، وفي أحدكم في التعليقات قالها، قال أنه دائما نرجع لها في حال الحاجة لها، وهذا شيء صحيح، يوفر المال والجهد والوقت، وهذا الكلام اللي كنت أقوله من شوي. تخطيطك الاستراتيجي ما يخليك تهدر لأنه أنت ماشي على الطريق الصح وقاعد تسوي كل شيء على حسب الحاجة وفي الوقت اللازم لها. يعني إذا ما تحتاج اليوم تأخذ مكتب 100 ولا 200 متر مربع، خلاص خطتك تقول أنه مكتب 20 أو 30 متر مربع يكفيك. يعني مكتب صغير كذا يمكن من غرفتين يا دوب ولا ثلاث غرف ما يحتاج. لكن لما تخطط زين يقول لك بعدين ممكن بعد سنتين تحتاج مكتب أكبر، أو ممكن ما تحتاج مكتب أكبر لو أنت مخطط أنك تبيع أونلاين أو عندك تجارة إلكترونية. فالخطة الاستراتيجية توفر عليك المال والجهد والوقت. ودائما خططوا، يعني تذكروا هذا المنظر، إنه إحنا عندنا محطات لازم نوقف فيها. فإذا هذه هي استراتيجيتي إنه أنا أمشي في الطريق هذا، لأنه أكيد في طرق أخرى، في طريق يودي هناك، في طريق يودي هناك، لكن هذه استراتيجيتي. ليش؟ لأنه هدفي هناك، هناك هدفي. تمام؟ فحتى الاستراتيجية لها مراحل، تقدر تقسم هذه المراحل كل مرحلة بهدف، ممكن تقسمها بشكل وقتي أو زمني، يعني بشكل مثلا ربع سنوي أو نص سنوي، أو ممكن تقسمها على حسب الأهداف نفسها. ففي فريق هيشتغل على منصة البيع الإلكتروني، في فريق هيشتغل مثلا على فرانشايز، في فريق هيشتغل على فروع، على حسب استراتيجيتك. كل شيء من اللي أنا ذكرته على فكرة المفروض يكون عندك سبب يخليك تتبع هذا الأسلوب في التوسع أو النمو. خطوات التخطيط الاستراتيجي ناخذها كذا على السريع، بس اهم شيء ابغاكم يعني تشوفوا ايش الاشياء المهمه اللي المفروض تاخذ بعين الاعتبار. في بعضهم يقولوا العرض مش واضح عندي، عمار يقول العرض مش واضح. يا حبايب العرض واضح لكم، اكتبوا لي في الكيو ان اي هل البرزنتيشن واضح عندكم او لا، هل البرزنتيشن واضح او لا، البرزنتيشن يعني صوت وصورة، بالذات الصورة. طيب صديقي عمار أعتقد اللي أعطاني، عمار الكل يقول واضح يا صديقي، خلاص الله يعطيكم العافية، شكرا شكرا. نكمل أجل نكمل، يمكن عندك الإرسال ضعيف يا صديقي. خطوات التخطيط الاستراتيجي، تذكروا دائما الاستراتيجية المفروض كيف شكلها بشكل احترافي. أنا أبغى أعودكم دائما على هذا الشكل، لأنه يوما ما هتصير في منصب قيادي في شركة ولا حتى على مستوى شركتك، ولا إذا كنت أنت أوريدي الآن قيادي وقاعد معنا تسمع، فأكيد شفت هذا المنظر أو هذا الشكل اللي يسموه استراتيجي ماب، اللي هي خريطة. الخريطة تكون على شكل البيت الكوخ زي كذا، أول شيء فوق يحطوا الاستراتيجية العامة المنظمة اللي أنت خططت لها وعرفتها وصار عندك استراتيجية، بعد كذا تبدأ تحط تحتها الأهداف الرئيسية،
شفت الصورة حقت هذا الطريق اللي تو حطيناها من شوي، وكيف الطريق هذا فيه محطات ممكن قلنا نجزئها بشكل مرحلي أو بشكل أهداف رئيسية. هذه الأهداف الرئيسية تحطها هنا، وحطيت على سبيل المثال 4 أهداف رئيسية، كل هدف من هذه الأهداف تقعد تجزئها كذا، تجزئها. فهذا يعني تجزئها على شكل مبادرات أو على شكل مشاريع، أو ممكن نسميها أهداف ثانوية أوكي، أو أهداف فرعية تكون إنه أنت سميتها key objectives، فممكن تسمي sub objective ولا تسميه objective كذا هدف بدون كلمة رئيسي، لأنه الرئيسي هو اللي يجي فوق. فتقعد تجزئ، سميها زي ما تحب، سميها مبادرة، سميها هدف، سميها هدف فرعي. أهم شيء تتعلم مسألة التجزيء، كل هدف تجزئه الأهداف. ليش تجزئوها يا شباب؟ أبغى أشوف تفاعلكم في الكيو أند إيه. ليش نجزئ هذه الاستراتيجية؟ ليش نجزئ هذه الاستراتيجية؟ أعطوني أجوبتكم على بال ما بسرعة كذا أقرأ بعض الأسئلة. طيب فهد، أنت كتبت سؤالين وقريتهم، الحين بقول لك على إجاباتك. الحين أنا راح أقول سؤالك وإجابتك. طيب سؤالي، ليش نجزئ؟ نواف يقول للتسهيل، هيا تقول ليتم تنفيذها بكل فعالية، سلمان يقول ليصل تنفيذها، لتحديد الأولويات، للتسهيل، للتسهيل، كثير جاوبوا، شكرا محمد، نواف، عمار، لينا، كلكم الله يعطيكم العافية. طيب صحيح هو للتسهيل، بس أبغاكم تفكروا بشكل أعمق عشان نعرف نوزعها، عشان نعرف كل قسم ولا كل إدارة مسؤولين عن إيش، عشان نقعد نقسم ونجزئ نجزئ نجزئ لما نوصل على مستوى فردي. ففي يعني أمس ذكرت في إحدى جلساتي، أمس أو أمس ذكرت في إحدى الجلسات إنه كيف لو كان عندنا مثلا، أو جينا مثلا لمصنع سيارات، ذكرنا مثال سيارة بورش، إنه لو قلنا سيارة البورش هذه يصنعوها، لنفترض أنها تصنع يدويا، وأنه كان في فريق عمل مقسمين الأهداف على فرق عمل مختلفة لأجل أنهم يصنعون، ففي ناس صنعوا الماكينة، في ناس صنعوا الداخلية، في ناس صنعون الجرم الخارجي، وحتى لما نجزئ في ناس صنعون الكفرات، وحتى الكفرات لو كان لها إدارة جزئوا الأهداف، ففي ناس صنعوا نفس الكفر، في ناس صنعوا الجنط، وحتى في ناس صنعوا وركبوا المصامير. تخيلوا بعد ما سيارة فاخرة زي كذا كل الفرق أدت عملها إلا واحد نسي يركب المسمار هذا في الأخير، إيش حيكون المنتج النهائي؟ حيكون منتج شبه مكتمل لكنه مش كامل، ليش؟ ناقصه مسمار. فما بالكم لو في واحد في الماكينة عاد نسي يركب واحد من البواجي ولا واحد من الأسلاك، السيارة أصلاً ما راح تشتغل. فبالتالي إحنا نجزئ على مستوى فردي لأجل نتأكد إنه كل الأفراد يشتغلون كلهم لأجل إنهم يحققوا الأهداف هذه اللي جزأناها، يرجع يحققوها بشكل تكاملي. فزي ما جزأنا نرجع نجمع، فكل ما نجمع مجموعة أهداف يكتمل عندنا هدف، ونجمع مجموعة أهداف يكتمل عندنا هدف على مستوى أعلى. كل ما نجمع الأهداف كل ما تكتمل في الأخير، إيش نكمل؟ حنكمل أو نوصل لتحقيق الاستراتيجية تبعنا. إذن بنجزأ من هدف رئيسي لأهداف أصغر، قلنا تقدر تسميها بعدة مسميات، ممكن مبادرات. كل هدف تحط له مؤشر للقياس، لأنه بدون ما تقيس الأداء ما راح تقدر تستمر، ولا راح تعرف أنت وين مكانك، ولا راح تستمر على نفس الطريق ولا على نفس البوصلة. فلازم يكون عندك مؤشرات أداء لكل مهمة جزأتها حتى على مستوى فردي، وبعدين تشوف الموارد اللي تساعدك في تحقيق هذه الأهداف، سواء كانت موارد بشرية أو تقنية أو مالية أو غيرها. فهد سأل، قال ليش، أو بما معنى سؤاله إنه ليه كيف نخطط بدون معلومات؟ لا بالعكس يا صديقي، الآن لما تشوف في خطوات التخطيط الاستراتيجي لازم تجمع معلومات، وهذه أحد الخطوات الهامة اللي تسويها من البداية، إنها تختار إطار العمل وتجمع المعلومات، لأنها هي اللي حتساعدك. بدون جمع معلومات ما راح تعرف تخطط. في سؤال ثاني كمان سأله فهد، قال ليش طيب ما أول شيء نخطط الخطط الصغيرة بعدين نحط الخطط الكبيرة؟ إذا كان سؤالك بالطريقة هذه أنا يمكن فهمته كذا. يا صديقي، أنت لازم أول شيء تحدد البوصلة، حدد اتجاهك وين تبغى تروح. تقدر مع الوقت تطور ترى الخطة الاستراتيجية، مو مشكلة تحدثها. وبالعكس يعني إحنا ننصح جميع عملائنا إحنا كمستشارين إنه دائما حدثوا خططكم الاستراتيجية بشكل سنوي، لازم قبل حتى ما تحطوا أو تضعوا الأهداف حدثوا أول شيء استراتيجيتكم، راجعوها كويس، لأنه ممكن تكون اتخذتوا قرارات، هذه القرارات من شأنها تغير في الاستراتيجية، فبالتالي تغير من خططك في السنوات القادمة.
بعدين لازم نحدد رسالة الشركة ورؤيتها قيمها. هذه أشياء كلها لما نحط الاستراتيجية وإحنا بنحطها، رؤية الشركة إيش هي رؤيتها؟ يعني الهدف البعيد هذاك اللي تبي توصل له إيش هو بالضبط. أما رسالة الشركة هذه تكون أغلب شيء موجهة طبعا لعملائها، تقول لهم وين الشركة رايحة وإيش القيمة اللي بتقدمها للعملاء، القيم اللي هي الفاليوز اللي من خلالها حتى المفروض تنعكس على كل الأنشطة اللي بنسويها، حتى تنعكس على كفاءات وجدارات الموظفين في الشركة. طبعا هذه الأشياء كلها تحدد سبب وجود الشركة، طبيعة عملها، الرؤية تحدد المكان أو المكان اللي بتوصل له، القيم تحدد ما تمثله الشركة وتوجهاتها في العمل. في كمان من الأشياء المهمة جدا بعد ما تجمع البيانات يا فهد، وهذا برضو يتعلق بسؤالك اللي سألته، ومن خلال يعني أنت جمعت بيانات، حددت رسالة الشركة ورؤيتها وحطيت القيم، لازم تحط يعني هذه الأشياء كله يتم تقييم الوضع الحالي للشركة وأنشطتها اللي قلت لكم عليه أول، وين مكانكم اليوم. على فكرة هذه الخطوات ترى رجعتنا من البداية، من مرحلة الصفر، من مرحلة جمع المعلومات. أنا يمكن لما وريتكم الخريطة استبقت شوية، بس كان الخريطة لازم أوريكم إياها لأجل أن نربط بينهم أو بين الخطوات هذه بعض الأمور. فوضع أو بعد ما تقيم وضعك الحالي، زي لما شفنا في خريطة جوجل، مو شفنا النقطة الخضراء والنقطة الحمراء. النقطة الخضراء اللي هي وقت وضعك الحالي، يوم قلت إيش عندك اليوم من فلوس، إيش عندك من موارد، هذه الأشياء كلها لما تستوعبها بعد كده تبدأ تحط تصور فين تبي توصل. فإحنا اليوم إحنا في جون عام 2020، شوف جون عام 2025 أو يونيو عام 2025 إيش تبغى تكون. فهذا الجاب اللي في النص هو اللي أنت تحط فيه استراتيجية، كيف من خلال مواردك الحالية ومن خلال الأشياء اللي عندك الحالية كيف حتوصل وكيف حتستقطب المزيد من الموارد المالية والبشرية والتقنية والأدوات والأجهزة وكل شيء، وكيف حتقوم بأنشطة في خلال هذه السنين لأجل أن تحقق هذاك الهدف. التحليل الرباعي مهم جدا ويساعدك في تحليل وضعك الراهن، يعني بالذات يعطيك أشياء كثيرة، يعطيك مرئيات. وأنا أقول للناس لا تسوي التحليل الرباعي هذا مرة واحدة، سووه أكثر من مرة، اللي هو SWOT analysis، strengths اللي هي نقاط القوة، weaknesses الضعف أو opportunities أو الفرص، والT اللي هي التهديدات. اقرأوا عنه أكثر للناس اللي ما يعرفون. هذا التحليل دائما سويه بشكل مستمر، دائما يعني حلل هذه أو وضعك الحالي هذا، لا تسوي أول مرة وبعد كذا تنسى تسوي، سوي كل سنة، كل سنة أرجع حلل وضعك الحالي، حتى قيس ما بين اليوم أنت مقارنة مثلا بالسنة اللي فاتت. الماليين دائما يسوونها، الشركات المساهمة اللي تنشر قوائمها دائما، حتى لما تنشر القوائم تحط لكم النتائج هذه السنة، تقول لكم الإيرادات كذا مقارنة بنفس الشهر أو بنفس الربع من السنة الماضية كيف كان وإيش الفرق بينهم. وحتى في المصروفات يقارن لك مصروفات هذه السنة برضو بالربع، نفس الربع هذاك. يعني إحنا الآن في نهاية جون، إحنا في نهاية الربع الثاني مثلا من نتائج الشركات. حتلقوا كثير من الشركات الآن تبدأ تطلع تقارير تنشرها فيما يتعلق بنتائج الربع الثاني من السنة هذه 2020، هيقعد يقارن بالربع الثاني من سنة 2019. يقول لك وأقول لكم مية من الحين أغلبهم ترى جايبين العيد لأنه مع كورونا يعني كثير خسرانين الجماعة، يمكن إلا شركات الأدوية، يمكن الأدوية، يمكن حتى التموينات الغذائية، يمكن نلاقي عندهم لا ارتفاع في الإيرادات. بينما الشركات اللي تضررت حنلاقي الآن في تقاريرهم تحديدا في نهاية الربع الثاني مصاريف عالية، ويمكن تكون نفس المصاريف أو أزود من المقارنة بالسنة اللي فاتت في نفس الربع هذا الثاني، لكن حنلاقي الإيرادات طايحة. فعموما مسألة المقارنة بوضعك الحالي السابق والحالي ترى ممتازة جدا، وتساعدك في استيعاب إيش التحديات اللي مرت عليها، إيش التهديدات اللي جاتك، وين كانت نقاط ضعفك، طب لما حسنتها إيش صار، طب إيش الفرص اللي أتيحت لك. يعني بالذات لما تكون مسوي نجاح باهر في الربع هذا مقارنة بالربع من السنة، نفس الربع من السنة الماضية، لازم تفهم أنت في خلال سنة واحدة بالضبط إيش سويت لأجل أنك رفعت من مبيعاتك. بالذات لما نقارن الربع الحالي بالربع السنة اللي فاتت، معناه أنه نفس الموسم، نفس الوقت، نفس الإقبال، نفس، عرفتوا قصدي؟ يعني لما قارن الصيف هذا بالصيف الماضي، فأنا قارنت نفس الموسم بنفس السنة في مدة سنة كاملة بالعام الماضي، إيش اللي صار هناك وإيش اللي صار، لأنه غالباً العادات مقاربة، السلوك مقارب،
ولكن الآن في ضمن الظروف الحالية لا، في شيء طرأ ما كان موجود السنة اللي فاتت، ما كان في كورونا أول، الحين في كورونا، فهذا شيء يخليك تستوعب قد إيش أتغيرت الأمور. أنا أنصحكم بالاطلاع على التقارير اللي حتنشرها الشركات بنهاية الربع الثاني، طبعا ما راح ينشروها في آخر الشهر بالضبط، راح ياخذوا وقتهم على بال ما المحاسبين والشركات والمدققين الماليين والقانونيين يسووا أشياء كثير، بعدين يبدأوا يعلنوا وينشروا هذه التقارير، وأغلبها تلاقوها على منصة تداول تداول.com، أو اكتب تداول في جوجل، ادخل وابحر شوف كل الشركات المساهمة اللي مفروض عليها الإفصاح عن قوائمها المالية إيش هتطلع في قوائمها، شوفها من باب الاطلاع، حتتعلموا الكثير صدقوني. غير التحليل الرباعي عندنا إعداد الخطة الاستراتيجية نفسها، إنه كيف إحنا نقوم بهذه العملية ونحدد الاستراتيجيات المناسبة، وتكلمنا عن هذه المسألة، مشاركة المدراء والموظفين كلهم في إعداد الخطة. يا جماعة لا تجي لو أنت كنت مدير إدارة تحتك مدراء أقسام، لا تهملهم، خليهم يساعدوك، لأنه هم هذول اللي حيحققوا معاك الاستراتيجية، فالمفروض هم يشاركونك، وكل واحد يبان هو إيش المفروض يقوم بإيش هو فريق عمله لأجل أنه ينفذوا هذه الخطة. تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتقييمها بشكل مستمر هذا مهم. أحد الممارسات الجيدة في هذا الجانب أنك تقيمها بشكل ربع سنوي، يعني كل ربع سنة تقيمها، ففي نهاية مثلا أو بداية إبريل، يعني إبريل خلاص يكون انتهى الربع الأول مارش، فالمفروض في بداية أو في أول أسبوع من إبريل تراجع مرة ثانية وتقيم إيش اللي صار في الربع الأول. الآن هذه الأيام خلاص بعد ما ينتهي يونيو ونبدأ في يوليو، في أول أسبوعين في يوليو المفروض تراجع تشوف السار في الربع الثاني، أو إذا ما حتى راجعت من بداية السنة راجع نصف سنة، راجع الستة شهور اللي فاتت هذه إيش اللي صار فيها، قيم كيف أنت ماشي على الخط، تمام حسب الخطة ولا تأخرت ولا إيش صار. فأنا بعطيكم إياه من الحين، يعني كثير تأخروا كثير بسبب جائحة كورونا، أخرت الناس في تنفيذ الخطط اللي كانوا مخططينها من بداية السنة. أدوات تساعدك على التخطيط الاستراتيجي، خلينا نشوف ونطلع عليها، وأنا شايف في بعضكم كاتب أسئلة حرجع لها وحشوفها في الأخير عشان الوقت. بس الأدوات هذه يا أصدقائي، وإذا تبوا تسووا كابشر على البرزنتيشن هذه وهذه الشرائح سووا لها، لأجل أنكم تشوفوا اسم كل أداة وتروحوا تدور وراها، لأجل أنه هذه أدوات رائعة جدا صدقوني. أنا يعني حتى لو ما عندك بزنس خاص، حتى لو أنت موظف، حتى لو على مستواك الشخصي، راح تساعدك وتساعدك كثير في أنك تخطط بشكل استراتيجي. SWOT analysis مرة ثانية وذكرناها أول، بس أنا بذكرها الآن، هي كأداة تركز على عناصر القوة والضعف وفرص التهديدات، تقيم الشركة وبيئتها، بيئة العمل، موظفين إيش قاعدين يسووا، إيش كل العوامل الداخلية والخارجية اللي تساعد في التركيز على كل شيء رئيسي عندك من أنشطة وموارد. فتحليل SWOT أو SWOT analysis اللي ما يعرفه، يعني نصيحة، اقرأ عنه وحاول أنك تستخدمه حتى على مستواك الشخصي. تخطيط السيناريو، سيناريو بلانينج، الناس اللي كان عندهم مهارة جيدة في تخطيط السيناريو هم الأقل ضرراً في جائحة كورونا، ومع أنها جات بشكل مفاجئ، ولكن تذكروا بدأت في الصين قبل ما تجينا، كان في فترة خلت الناس بسرعة كده يحطوا السيناريوهات ويقولوا طب لو صار كده بنعمل كده، لو صار كده بنعمل كده. أكثر الناس اللي خططوا وحطوا سيناريوهات بشكل جيد قبل بداية الأزمة هم اللي طلعوا منها بأقل ضرر، ولا وفي بعضهم اللي حط سيناريوهات بشكل جيد هم اللي كسبوا الفرصة حتى تحولوا إلى تجارة إلكترونية وسووا أشياء كثير، ضبطوا أمورهم مع مقدمين الخدمات والموردين، ضبطوا موضوع السيولة اللي عندهم، صاروا يحصلوا من بدري ويدفعوا بشكل متأخر. يعني في أشياء كثيرة تساعدك أو تساعدك في تخطيط السيناريو. فهي عملية تبدأ بسؤال ماذا لو، أو باللغة الإنجليزية نقول what if analysis، في نوع من أنواع التحليل analysis اسمها what if analysis، ماذا لو، اكتبوها عندكم، what يعني ماذا، what if ماذا لو analysis، ترى يعني أسلوب رهيب حتى على مستواك الشخصي، لو تقعد دائما تسوي what if ترى بيساعدك في أنك تسوي سيناريوهات كثير، بس انتبه من أنك تقع في فخ الوسواس، لانه الناس اللي يكثرون من الوات اف اناليسز ممكن يبداوا يوسوسوا، لانه حيصير عنده سيناريوهات كثير، من ضمنها انه ممكن تنزل انه ممكن تنزل مخلوقات فضائيه على الارض، فانتبه لا تبحر بعيد، خليك بس يعني وات اف بالمعقول، وحتطلع لك الكثير من السيناريوهات اللي راح تساعدك في التنبؤ عن المستقبل، ايش اللي حيصير للشركه لو صار الحدث هذا او صار الحدث هذا او غيره. في كمان عندنا تحليل بيست اللي هو نسميه بيست اناليسيس، طبعا من الحروف هذه PEST، هو اداه تركز على البيئه الخارجيه والعوامل المهمه واللي ممكن تساعدك
في اشياء كثير، يعني انك تحاول تعرف ايش العوامل المهمه اللي تحتاجها مستقبلا وايش هتحتاج او حاليا وايش هتحتاجه مستقبلا. في كمان تحليل المخاطر اللي هو الريسك اناليسيس. عليكم بالمخاطر يا جماعه، لازم تحترفوا مساله النظر للمخاطر وكيف تحللونها. يعني احد اهم الاجزاء في رياده الاعمال والمواضيع اللي دائما نتكلم عنها، وبالذات حتى في تعريف رائد الاعمال نفسه، دائما التعريف العالمية الاحترافية من بيوت الخبرة لما يعرفون رائد الأعمال يقول إنه هو الشخص اللي يدير بزنس أو عمل ناشئ، ممكن يكون ستارت اب، ويأخذ في الاعتبار المخاطر أو المخاطر المحتملة. فإذا أنا ما أعرف كيف أحل المخاطر وما أعرف أحسبها وما أعرف أدخل في شغلة وأنا حاسب المخاطر، إذا أنا ماني رائد أعمال، أنا قاعد أطقطق، قاعد أتسلى، قاعد أجرب، هذا مو رائد أعمال. لكن رائد الأعمال الجيد الاحترافي هو اللي يأخذ المخاطر بعين الاعتبار، يعرف يحللها ويحسبها ويعرف هو وين رايح، مو يدخل في الشغلة وهو مطفي النور. المفروض يدخل في المكان أو في البزنس وهو شايف إيش اللي يصير وعنده سيناريوهات مختلفة. فطبعاً مو كل واحدة من هذه الأدوات لحالها تساعدك، لازم تجمع ما بين أدوات مختلفة. فتحليل المخاطر كمان لازم تسوي معاه سيناريو بلانينج اللي هو تخطيط السيناريو. تحليل الوضع والهدف والمسار اللي احنا نسميه STP Situation, Target and Path. هذا برضو احد الادوات الجيدة للتخطيط. طبعا هذه الاداة او عملية التخطيط تتقسم لثلاث اجزاء زي ما هي واضحة من اسمها. شيء يسميه تحديد الوضع اللي هو Situation، شيء يسميه تحديد الاهداف المستقبلية للشركة Target، وتحديد المسار او طريقة تحقيق الاهداف Path. هذه تساعدكم في التخطيط بشكل رهيب. يعني اذا انت احترفت هذه فانت خلاص حتصير محترف تخطيط استراتيجي. استراتيجيات استدامة الأعمال، وأنا يعني أطلب منكم بس كمان ثلاثة دقائق نخلص الموضوع. استدامة الشركات، المفهوم هذا يعني هو ما هو بس مفهوم إنك كيف تسوي فلوس، كيف تسوي أرباح. المفهوم هذا بحد ذاته حتى يشمل إنه كيف تقوم بالأعمال بالطريقة الصحيحة، لأجل إنه الاستدامة بحد ذاتها في أشياء كثير. في استدامة الموارد المهمة اللي عندك، استدامة الموارد البشرية، استدامة المالية، استدامة التقنية، استدامة أشياء كثير. لو نأخذ بس على سبيل المثال استدامة الموارد البشرية عندك، بالذات الناس اللي يبنون خبرات ومعارف تعكس قيمة عالية للمنظمة عندك، لو مشوا ترى بتقل هذه القيمة. ليش؟ لأنهم بيمشوا وفي عقولهم في كمية معارف أنت ما عرفت تأخذها وتستنسخها لعقول ناس آخرين، أو حتى ممكن الشخص يكون عنده من المهارة ومن الخبرة اللي تخليه أفضل من 10 غيره. هي دور في السوق من وين أجيب واحد ثاني؟ هذا غير تكلفة الفجوة اللي ما بين ما يمشي وما بين يجيك أحد ثاني. مو شرط إنه يستقيل، ممكن يستقيل، ممكن يمرض، ممكن لا سمح الله يتوفى. فأشياء كثيرة يجب أن تأخذ في الاعتبار، أشياء كثيرة تتعلق بالاستدامة. فلو أخذنا زي ما قلنا مرة ثانية موارد البشرية بحد ذاتها، في كثير من الخطط والاستراتيجيات اللي تأخذ بعين الاعتبار، واليوم شرحت واحدة منها، وأحدها اللي هي السكسيشن بلانينج اللي هو خطط الإحلال، كيف إنك تبني صف ثاني على أساس لو في ناس مهمين سواء كانوا على وظائف قيادية أو تخصصية مشوا، كيف يكون في ناس ثانيين جاهزين يمسكوا أماكنكم وهكذا. وقيس على كل الموارد، مو بس الموارد البشرية، قيس على كل الموارد وكل طريقة أو طرق القيام بالأعمال لأجل إنك تضمن إنك تسوي الأعمال بطريقة جيدة وصحيحة، مو بس تحقيق الربح. أحد الأمور كمان اللي يجب تأخذ بعين الاعتبار وتكلمنا عنها كثير هذا الأسبوع وكان لها يوم مخصص، اللي هي الgovernance أو حوكمة الشركات، الcorporate governance. هذه واحدة من الأشياء اللي تساعدك في استدامة الشركة. فكل هذه يعني أشياء تأخذ بعين الاعتبار. استراتيجية استدامة تعني أن المنظمة عندها على الأقل فكرة أو خطة كيف تعمل موائمة أو موائمة الجوانب غير المالية، يعني مو بس فلوس، مو بس أرباح، حتى الأشياء الثانية، الموارد الأخرى، الممارسات التجارية بطريقة صحيحة تساعدك على تحقيق الفوائد. طبعاً لازم يكون عندك استراتيجية استدامة واستمرار للأعمال، استمرارية الأعمال لازم تكون عندك الاستراتيجية هذه. طبعاً في لو تقروا في الاستدامة بشكل عام، الاستدامة حتى يأخذ يعني تأخذ برضو شركات كثيرة الآن تتبنى مفهوم الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع. هذه كلها على فكرة ترى لها ميزة تجارية على المدى البعيد أو المتوسط والبعيد. فإذا تبوا تعرفوا أكثر اقرأوا عنا أكثر، ليش الشركات مهتمة باستدامة البيئة وليش تنشر هذا الشيء وتقول هذه القيم حتى من خلال إعلاناتها وكل شيء، تمام؟ وليش كمان يهتمون بالخدمة المجتمعية وخدمة المجتمع والأشياء هذه كلها، هذه كلها لها علاقة مرتبطة تماما بالميزة التجارية اللي حتحصلها الشركات على المدى المتوسط والبعيد. في هذه آخر شريحة بس أشرح لكم إياها بسرعة ونوقف.
في أشياء لازم تراعونها لما تحطوا خطة لاستمرارية الأعمال، وأهمها زي ما قلت ويمكن يعني عدتها أكثر مرة اللي هي المخاطرة. يجب المخاطرة تأخذ بعين الاعتبار، فلازم دائما نحدد المخاطر ونقيمها، لازم نحط خطة لمختلف المخاطر المحتملة على عملك التجاري والموارد الخاصة فيك، سواء كانت موارد بشرية، مالية، تقنية، أجهزة، كل الموارد انتبه، لأنه لازم تعمل حسابك ولازم تقيم أول بأول. توزع هذه الخطط، لما تسوي خطط توزعها تتأكد منها تشمل كل الأطراف المعنية، مو تسوي تحديد مخاطر لشيء معين أو إدارة معينة وبعدين ما تنتبه للباقي، أو ما تسوي تحديد المخاطر الداخلية وتنسى المخاطر الخارجية، أو ما تسوي شيء فقط على عملائك وتنسى موظفينك. لازم كل الأطراف المعنية تحطها في خطتك، ودائما تذكر أنك لازم تختبر كل شيء تسويه عشان تراجعه وتطوره باستمرار. ويمكن تشوفون هذه الأجزاء اللي مركبة ببعض هي فعلا تورينا أنه كيف من اللون الأصفر اللي هو Risk Identification و Evaluation نروح لRisk Mitigation ونروح للCirculate والDistribution، وبعد كده نسوي Test, Evolve and Review وترجع مرة ثانية للأصفر تقعد تدور. فهذه الأشياء لازم تأخذ بعين الاعتبار في عند وضع خطة أو خطة لاستمرارية العمل. أعتقد الوقت انتهى للأسف، مع أنه أنا مستمتع جدا، يعني أبغى أكمل، صح نفس انقطع بس أبغى أكمل، مستمتع جدا، هذا موضوع مهم أنا أحبه جدا وأحب أشتغل فيه حتى مع عملائي وأحب أدرب عليه وأحب دائما أشوف تفاعلات الناس وأسئلتهم حول هذا الموضوع، لكن للأسف يا أصدقائي الوقت انتهى. الله يعطيكم ألف عافية، يعني أتمنى أكون قدمت على الأقل الحد الأدنى من المعلومات اللي تخدمكم وتنفعكم وتعطيكم مفاتيح للبحث وإنكم تتعرفوا على هذا أو هذه المواضيع بشكل أكبر. الله يعطيكم العافية، أتمنى لكم أسبوع جميل، أخوكم بندر الجنيدي، أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة في أمان الله، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في مواضيع جديدة ورش عمل جديدة في أمان الله.